أربع منتخبات عربية تستعد لخوض منافسات كأس العالم 2022 وسط آمال وطموحات كبيرة لكافة الشعوب العربية بتحقيق إنجازات تاريخية في المونديال وتكرار إنجازات العرب في النسخ السابقة والتي توقفت عند دور 16 بعدما سبق لثلاث منتخبات عربية تحقيق ذلك، وهم منتخب المغرب في نسخة المكسيك عام 1986 ومنتخب السعودية في نسخة أمريكا عام 1994 ومنتخب الجزائر في نسخة البرازيل عام 2014. أول المنتخبات العربية المشاركة في المونديال المقبل هو المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، والذي جاء على رأس المجموعة الأولى برفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا. أما المنتخب العربي الثاني هو الأخضر السعودي، بعد خوض تصفيات تاريخية تفوق فيها على كبار قارة آسيا ووقع في المجموعة الثالثة القوية برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، بينما المنتخب العربي الثالث هو منتخب تونس الملقب بنسور قرطاج، والذي جاء في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك. أما المنتخب العربي الرابع هو منتخب المغرب الملقب بأسود الأطلسي، والذي وقع في المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا. وتحمل المنتخبات العربية طموحات الملايين بالتألق وتقديم مونديال استثنائي وتحقيق إنجازات جديدة للعرب تفوق الإنجازات السابقة، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة بعد انطلاق البطولة الأكبر والأهم عالمياً.